توريزم انسايت او اكسبيرينس لبنان هو الحدث السنوي لهالسنه او عنوان الحدث السنوي اللي بتنظمه جامعه ال سي يو الجامعه اللبنانيه الكنديه للسنه الثانيه على التوالي. رح نشوف شو الهدف منه ومين معني فيه وكيف ممكن انه يشجع السياحه بلبنان ويعرف الزوار على الامور السياحيه بلبنان او حتى على الحرف السياحيه الحرف اللبنانيه عفوا. دكتور ناجي صفير وهو رئيس جامعه ال سي يو ورئيس جمعيه فور لبنان هو ضيفنا لليوم. دكتور صفير صباح الخير. صباح النور. شو الهدف من هالحدث اللي بتعملوه سنويا السنه ب10 شهر رح يكون بعد الظهر برعايه الزميله والصديقه منى ابو حمزه الاعلاميه منى ابو حمزه؟ صحيح 10 ايار الافتتاح الرسمي الساعه 6:30 ولكن احنا موجودين من الساعه 4. نعم. الغايه هي الاضاءه على جمعيه فور لبنان والجامعه يلي عندي اذا بدك الحظ اني اكون مترأس الثاني بنفس الوقت. حبينا انه نضوي على السياحه بلبنان، السياحه يلي عم بتعاني بلبنان، عم بتعاني من قصور السواح الاجانب بس عم بتعاني كمان من التقصير نحن كلبنانيه بالرعايه لها وبالمحافظه عليها وبالاهتمام فيها. فاعتبرنا انه هيدا الحركه مع الشباب بالمجتمع رح تعطي اذا بدك شويه التفاته لهيدا القطاع السياحي. يعني بما انه ما في انتباه من الاعلى نحو الاسفل، خلي يكون الانتباه من الاسفل نحو الاعلى بركي منعود شوي. لانه يئسنا انه يكون في انتباه من الاعلى نحو الاسفل، قررنا انه نبطل نطلب الانتباه من فوق ونلحق الانتباه من تحت، مش لانه ما في. ليش اختيار الحرفات الحرف ال فعليا نحن لاحظنا من بحكم الدكتوراه تبعي بالسياحه، لاحظت شغلي وقت كنت عم حضر دكتوراه اني برمت على المواقع الاثريه، قديش في اهمال بالمواقع الاثريه، مشان هيك السنه الماضيه مثلا ضوينا على المواقع. ولاحظت شغلي ثاني السنه انه الناس ما بتعرف شو في عندنا حرفيات بلبنان، وعندنا حرفيات يا اما انقرضت يا اما شبه رح تنقرض، وهيدي خساره كبيره، خساره لانه هيدا ارث لازم نحوله من جيل لجيل، وهيدي لها فالور ايكونوميك هيدي الحرف. نعم. لها مصاري، يعني كيف لها مصاري؟ اليوم السايح ما بيجي يتفرج على تور عندك اياها، عنده اياها هو ببلده، بده يشوف شيء اوثنتيك للبلد، بده يشوف شيء جديد بالبلد، شيء خاص بهذا البلد، ونحن حرفياتنا شبه راحت. حبينا نخلي الجناس اللي هن طلاب الجامعه يرجعوا يتعرفوا ويخلقوا ستاندات ومعرض منا تيعرضوا هيدا الشيء للببليك، وبالاول شيء لهم لثقافتهم، وبدك تشوف المفاجاه وقت اللي كانوا يجوا قديش مبسوطين وقت اللي يشوفوا هذا اللي بيعمل فيرسوفليه، وهذا اللي بعده لحديت هلا بيعمل فخار، وكيف بيعملوها وقعدوا عملوا معه. دونك سيت اون انيسياسيون اذا بدك لنحافظ على هذا الارث اللي ما قلنا اصلا حرف حلوه، يعني الحرف اللبنانيه اذا بتروح على ارتيزانال لبناني بتتفرج في اشياء بيعملوها ميد ان لبنان وخاصه بلبنان وفيها هالطابع اللبناني حلوه، اشياء فنيه بحب واحد انه يشتريها ياخذها سوفينير على بلده او يزين فيها بيته. اشياء حلوه واشياء صارت غاليه، يعني الناس اللي عم تقدر تستحصل على الحرف يلي بالماضي كانوا جدي وستك بيحصلوا عليك اليوم لانه موجود بالدكان حد البيت او حدا بيعمل لهم اياه بسعر بخيص. اليوم نحن بندفع حق ايتم صغير تنحطه عنا كوليكسيون على الرف نحط كذا الف دولار. ايه صار ايتم دولوكس لانه ايه صار شيء ارتيزانال قديم في علامات. معك حق ولازم نحافظ عليه. انا عم اقارن حرفيات لبنانيه بحرفيات بلاد ثانيه، بتشوف انه عطوا اهميه كثير للحرف اللي عندهم، بتكون مرات منها حلوه او كثير قليله ما فيها كرياسيون قويه، بس انه لانها موجوده بيعملوا لها يعني ضجه. لانه لازم يستثمروا بالسياحه هذا، واللي عم تحكي كثير مهم واللي قلتي انت برير لي حدا بيقوله، لانه شوفي التنوع عندنا من شغل الفخار لشغل الازاز لشغل النحاس لشغل السكاكين لشغل الخشبيات، عندنا ايفنتاي، عندنا مروحه كثير كبيره من الحرفيات. هذا كله رح يكون موجود بهالحدث، كله موجود بهذا الحدث. مين معني انه يزور ال سي ال سي يو بهال؟ كل العالم من هون من شاشة الام تي في بدعي كل اللبنانيين يطلعوا يتفرجوا شو عاملين. دعوة مجانية، ما في فيز للفوت على الجامعة، حيشوفوا اشياء كتير مهضومة، حيشاركوا الطلاب بهيدا النهار، حيقدروا حتى يدوقوا بعض الاكل من المناطق لانه كل ستاند بيهتم شوي باكل من منطقته، حيشوفوا عن جد كيف تنعمل الحرف، قدرين حدا يستحصلوا عليها باسعار كتير ماشية. جميل جدا النهار. بشو معنية جمعية فور لبنان بهالحدث؟ هي شو جمعية بتهتم عادة؟ جمعية فور لبنان هي جمعية اجتماعية وثقافية، عندها كذا ايفنت along the year، مثلا عندنا على كريسمس بنعمل كريسمس فيليجز وبنعمل حركات ذات طابع اجتماعي للعالم اللي احتفالي. ايه للعالم يبركي اللي العيد ما بيصلى عندهم بسهولة
وما عندهم تشانسز انه كثير يعيدوا بالطريقه اللي لازم يعيدوا فيها. تاني ايفنت بنعمله بالتعاون مع الجامعه هو هي توريزم انسايد. دور الجمعيه شو؟ دور الجمعيه انه بهيدا الايفنت تتقدم الدعم من خلال علاقات الجمعيه، لو بتعرفي هذا الايفنت بيتطلب ناس تغني فيه بعدين في حفله اخر السهره تقدم سبونسرز والى اخره، هذا دور الجمعيه تامن هيدا الزخم للطلاب. والايفنت الثالث هو حفل سنوي اسمه وجوه من لبنان الجمعيه بتعمله، حفله تكريم سنويه بتصير. اخترتوا السنه الاعلاميه منى ابو حمزه لتكون راعيه لهالحدث بعشرة الشهر، ليش اختيارها؟ ليش ما اخترتوا حدا سياسي؟ صيدتيني على شيء حكيناه تحت الهواء. اوكي بصراحه بدنا نقلها بوجود لمنى، اكيد عم تحضرنا، بتحضر يوميا. اكيد اكيد اذا منى عم تحضرنا انا كمان بقول لها هاي. صراحة أنا بعتبر بلشنا ترند جديد من السنة الماضية، الرعاية السنة الماضية كانت لرئيس اتحاد النقابات السياحية أستاذ جان بيروتي، والسنة للإعلامية وصديقتي منى أبو حمزة، لأنه هدول الناس تعبوا على حالهم. أنا ما بعرف ليش بدها تكون الرعاية محصورة بناس مرات بتوصل لهم المراكز يا أما بالصدفة يا أما بالواسطة. ما خليتي لي صاحب هلا انت، بس على اي حال ما وقتك بحاجه. على اي حال بعتقد في اشخاص بيستاهلوا يرعوا هيك حفل، في اشخاص عندهم اذا بدك اتري ثقافه وتعبوا على حالهم توصلوا بيستاهلوا نقول لهم ميرسي ونعطيهم هالبريفيليج يكونوا هن رعاه هالحفل. خيار رائع. اي حال من اي ساعه لاي ساعه رح يكون الايفنت؟ حيكون من الساعه 4 لساعة 12 ونص. لساعة 12 ونص بيقدروا يزوروا. شو بيستفيدوا الطلاب من حدث يعني مميز غير انه بيكتشفوا الحرف اللبنانية؟ بيكتشفوا الحرف اللبنانية، بيزوروا المناطق كلها اللي بدهم يعملوا حرف فيها، وبالتالي نحن عم نشجع السياحة الداخلية وعم نشجع اذا بدك التواصل بين المناطق، لانه بشكل من الاشكال كنا بعتقد مقوقعين كل واحد بمنطقة معينة، اليوم عم الشباب طلعوا اذا بدك من الشمال للجنوب من البحر للبقاع تقدروا عملوا هالشيء. الاستفادة الثانية ثقافية، يعني اليوم صار بيعرف شو في ببلده، مش ممكن هيدا البلد يلي هالقد نحن كلنا مغرومين فيه ما حدا بيعرف شيء عنه، مثل واحد بيحب حدا وما بيعرف شيء عنه مش مسموح. وبعدين عم نسلم أجيال حكم، عم نسلم أجيال بلد وعم نتركهم جهلة، بروبابلي مقصودا يتركونا جاهلين تقدروا يحكمونا، بس احنا دورنا انه نقلب هالبروسيدور ونضوي على ثقافتهم. كل ما الإنسان بيعرف أكثر بحيالله مجال كل ما بيحترمها اكثر كمان لثقافته وبيحافظ عليها، وهي مشكلتنا المحافظه. مشكلتنا انه بنحترم ثقافات تانية اكثر من بنحترم ثقافتنا، يعني اي شيء بيجي من الخارج بنلاقي عاملين له كثير بنتبنى ثقافات تانية بوقت اللي عندنا شيء كثير غني نشوف حالنا فيه. صح. ومن عندك بدي اطلق صرخه، يعني اليوم كنا عم بحكي انا وياك تحت الهواء عن المواقع الاثريه كيف مهمه لبلبنان. ما بيصير، يعني في عنا مشكلة. عنجر مثلا، الموزايكات اللي بعنجر اللي شفتها أنا من 5-6 سنين لورا اليوم ما بقى في منها شيء. وقت اللي طلعت سألت وينية قال أخذت المي والشتة. كيف أخذت المي والشتة؟ موزايك عمره كذا 2000 سنة بتكون سرقت، مباعت، تهربت، فكفكيت، أو كان في منهم لا من سرقوا عفات، يعني بعدك بتلاقي شقف منها طيب مطوشرين بدل ما يحطولهم شيء يحمون. طبعا هلا في موزايكات موجودة بقصور حكام معروفين منني يعني، وموجودين موزايكات ببيوتهم واتخذت من المواقع الأثرية مثل تيجان بعلبك مثل غير أثرات. أثرات هذا بيحمل موضوع كتير للبحث، بس خلينا نحكي بالمحافظة على اللي موجود. ما عندنا محافظة، نزلي على نهر الكلب مشكلة، موقع مثل هيدا بيحمل إرث لبنان، إرث لبنان الحر، إرث لبنان الخلاص من الطغيان يعني. هونيك على القليل بعد في عنا شيء نقول نحن شو عملنا، ما في ولا صخرة محمية، زبالة، الدولة غايبة. هون دور المجتمع المدني والجمعيات والطلاب والإعلام اللي أنتوا عم تلعبوه. سيدي بدها حملة طويلة عريضة للمحافظة على الأثارات وعلى التراث اللبناني بدها قرار وعلى الحرف. إيه بدها قرار ديكتاتوري، بدها قرار ديكتاتور يقول ممنوع، خط أحمر حدا يقرب على هالأثارات. معك حق، بس بدك قرار وبدك ناس أم بوزيسيون يكونوا بيعرفوا شو عم بيعملوا وما تتحول، يعني لازم نبعد. بعتقد لك ما بدنا نحكي سياسة مش هون المكان، ولكن لازم نبعد وزارات. ما هو المشكلة انه كله مرتبط بالسياسة، 100% كله مرتبط بالوزير اللي مسؤول عن هذا الموضوع. شو بيكون يعني ان كان وزير طاقة، وزير سياحة، وزير صحة، شو ما كانت هذه مسؤوليته بالدرجة الأولى، يحافظ على القوانين ويعاقب الأشخاص اللي ما بتحافظ على القوانين أو بتخرقها. يعني اليوم لما بتفرض احترام هالأثرات وهالتراث 100% بيصير في ثقافة احترام لها. ليش بلاد تانية بتصير بلادنا ما بتصير؟ انت بتعرف ان احنا شركة
باليونايتد نيشنز ونحن ماضيين على اتفاقيات ونحن ماضيين على اتفاقيات منها مثلا لازاروتي والى اخره يلي بيحموا المواقع الاثريه والمواقع البيئيه الى اخر قمه صارت بالدنمارك. يعني اليوم نحن ماضيين انه نلتزم بحمايه موقعنا. وانت بتعرفي مثلا في فتره من الفترات وادي النوبين يلي كان على الارث العالمي باليونسكو كان مهدد انه ينشل لانه ما حافظنا عليه. بعتقد يعني وزارات الطردية اللي اليوم بسموها وزارة الطردية بلبنان انه هيدا ما حدا بده اياها، مثل وزارة السياحة وزارة الثقافة، هذه ما بدهم اياها، يعطوها لناس اكاديميين، يعطوها لناس تكنوكرات بهيدا المجال يفهموا فيها بالقليل، يفهموا فيها ويبعدوا هالوزارات عن السياحة. ومشكلة حتى لما بيجي وزير يعني بيعرف شو لازم يعمل، الوزير اللي بيلحقه بكون يعني بيخرب كل شيء صار قبل لا هيدي مش بيخرب. عن اون اون كولتور هي عدم الاستمرارية، وهيدا مشكلة ثقافية كمان، انه انا بيجي ما حدا كان قبلي موجود وما حدا بيعرف قبلي وببلش دو زيرو، وبالتالي كل ما بينطلق المشوار وبصير بنص الطريق ومنغير والحكم تبدل على كل حال، اللي بيجي بيرجع بيمسح اللي صار وبنرجع بنبلش من الصفر. مشان هيك الشعب اللبناني عم بيطلع بيلاقي حاله كل فترة بعده محل ما كان قبل، ومش حق علينا. بتعرف في فرنسا منعوا استعمال كلمة فرنش فرايز، طلع قد ايه سخيفه فرنش فرايز. مش فرنش فرايز يعني، هيدي الفرنش فرايز بتنقال بالانجليزي، ممنوع استعمال كلمه انجليزيه لفريت بطاطا بتنعمل هي فرنسويه، استعملوا كلمه فرنسويه لاكل فرنسي ليحافظوا على اللغه، ليحافظوا على اللغه، ليحافظوا على التراث اللي هو البطاطا المقليه الخاصه فيهم اللي بتحمل اسمهم هن. يعني تخيل قد ايش هي صغيره الشغله، بس شوي شوي واحد بيتعود انه يلفظها بهالطريقه ويحافظ على تراث هذا البلد. انت بتعرفي نحن عملنا معركه على بالكافيات بلبنان كانوا يحكوا عن قهوة تركية، ان فات هي منا قهوة تركية، وتركيا ما عندها قهوة، لا بتزرع قهوة ولا بتصنع قهوة ولا بتعمل قهوة. صح. اوكي، هي قهوة لبنانية، وهي القهوة مش مشروب وطني عندهم، الشاي هن ما عندهم مشروب وهي وطني. القهوة اللي بنشربها بلبنان هي قهوة لبنانية، لانه الارام اللي مشغول عليها هي ارام خاصة فينا ما بتلاقيها ولا بلد بالعالم. مشان هيك اللبنانيين اللي بيسافروا برا بياخذوا قهبرناتهم معهم، فحتى هون يعني كانوا عم يسرقوا لك اذا بدك خصائصك هويتك هويه مثل الشاورما والحمص اكزاكتلي، هذا كله هويه. وهلا عم يسرقوا لنا مواقعنا السياحيه وعم يسرقوا لنا حرفنا وعم يسرقوها اذا بدك، وهون العمليه بدها توقف. وبعتقد الجنراسيون الجديده وانتم الاعلام بتلعبوا دور كثير كبير، استضافتك لهيك حدث هو بيضوي على هذا الموضوع، بخلي اللبنانيه يعرفوا انه عندهم شيء كثير غالي على قلبنا وقلبنا، لازم على جد نحافظ عليه. ان شاء الله هالنقطة المي هالقطرة المياه تغير تحرك الله يسمع منك هالبحيرة الجامدة بالحفاظ على التراث، على الهوية، على الثقافة اللبنانية وعلى الحرف اللبناني. دكتور سفير شكرا لك. ميرسي لك، اخذنا من وقتك ومدينا بالحديث، بس الحديث معك حلو. اتمنى الكل يكونوا موجودين بعشرة الشهر بالجامعة اللبنانية الكندية بعين تورا ابتداء من الساعة 6 ولغاية 12 المساء. بريك ومنتابع.